خلونا نبدأ أول أخبارنا النهاردة بنشاط الرئيس السيسي، نشاط مكثف النهاردة خلال زيارته للعاصمة اليونانية أثينا. الرئيس بدأ الزيارة بوضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري للجندي المجهول، عقبها لقاء مع رئيسة اليونان اللي قلدت الرئيس السيسي أعلى وأقدم وسام في اليونان، كما منحها الرئيس وسام قلادة النيل. عقد الرئيس السيسي أيضا جلسة مباحثات مع رئيس الوزراء اليوناني، تمت مناقشة كافة التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. خلونا نشوف تفاصيل أكثر في هذا التقرير. استهل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية زيارته لدولة اليونان بزيارة النصب التذكاري للجندي المجهول، حيث تفضل سيادته بوضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري للجندي المجهول. وعقب ذلك توجه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى القصر الجمهوري، حيث كان في استقبال سيادته السيدة إيكاتريني ساكيلاروبولو رئيسة جمهورية اليونان. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن السيد الرئيس أجرى مباحثات موسعة مع الرئيسة اليونانية بحضور وفدي البلدين، حيث أعرب سيادته في مستهلها عن تقدير مصر لحفاوة الاستقبال اليوناني، مشيدا سيادته بعلاقات الصداقة المصرية اليونانية المتينة والممتدة وما بلغته من مستوى متقدم على مختلف الأصعدة خلال الفترة الأخيرة، ومعربا عن تطلع مصر لتعميقها وتعزيزها لا سيما على المستويين الاقتصادي والتجاري من خلال تعظيم حجم الاستثمارات اليونانية في مصر. وقد قدم السيد الرئيس الدعوة لرئيسة اليونان لزيارة مصر. وتعزيزا لتلك العلاقات وتكريما للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، أهدت السيدة رئيسة اليونان السيد الرئيس أعلى وسام في جمهورية اليونان، وهو وسام جراند كروس أوف ذا ريديمير. كما أهدى السيد الرئيس قلادة النيل للسيدة رئيسة جمهورية اليونان تكريما لسيادتها وتعزيزا للشراكة مع جمهورية اليونان. كما استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الوزراء اليوناني السيد كيرياكوس ميتسوتاكس، حيث عقدا جلسة مباحثات ثنائية تطرقت لمجمل العلاقات بين الجانبين، وتناولت تعزيز العلاقات وسبل مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية. وخلال المؤتمر الصحفي المشترك مع رئيس الوزراء اليوناني، أشاد الرئيس السيسي بعمق العلاقات والروابط التاريخية اللي بتجمع بين البلدين، وأعرب عن تطلع القاهرة لتعزيز وتطوير التعاون والتنسيق المشترك بين مصر واليونان في المجالات المختلفة. خلونا نشوف جزء من كلمة الرئيس. لقد كان لقاء اليوم مع دولة رئيس الوزراء بمثابة فرصة مهمة
لتبادل الرؤى حول سبل إحداث نقلة نوعية في علاقات التعاون الثنائي على مختلف الأصعدة، خاصة الدفع قدماً بكافة أوجه التعاون الاقتصادي، لا سيما فيما يتعلق بتيسير وتشجيع تدفق الاستثمارات اليونانية وتنمية معدلات التبادل التجاري وتكثيف التعاون في قطاعي السياحة والطاقة، مع أهمية توظيف الزخم الناتج عن القمة الثامنة لآلية التعاون الثلاثي التي عقدت في أكتوبر 2020 لاتخاذ خطوات تنفيذية في المشروعات المتفق عليها. كمان أكد الرئيس السيسي أن شمولية الحل السياسي في ليبيا هي الحل الوحيد أو السبيل الأوحد لتحقيق الاستقرار عبر الالتزام الكامل بمقررات الأمم المتحدة ومسار برلين وإعلان القاهرة، شدد على ضرورة التصدي الحاسم للتدخلات الخارجية التي تزعزع الاستقرار في ليبيا. جزء ثاني من كلمة الرئيس. كما تطرقنا لتأثير الوضع الليبي على كامل الجوار الإقليمي، مشددين على أن شمولية الحل السياسي في ليبيا يظل هو السبيل الأوحد لتحقيق الاستقرار لهذا البلد الشقيق، وما يستلزمه ذلك من معالجة حقيقية لجذور الأزمة عبر الالتزام الكامل بمقررات الأمم المتحدة ذات الصلة وخلاصات مسار برلين وإعلان القاهرة، وبالأخص فيما يتعلق بالحفاظ على وحدة الأراضي الليبية وتفكيك الميليشيات المسلحة وإعادة توحيد مؤسسات الدولة، وضرورة التصدي الحاسم للتدخلات الخارجية التي تزعزع الاستقرار بها عبر نقل المقاتلين الإرهابيين الأجانب والسلاح إلى الميليشيات المتطرفة. الرئيس السيسي أكد أيضا التوافق على مواصلة التوافق بين الدول الصديقة من أجل التصدي لكل ما من شأنه تهديد الاستقرار والأمن الإقليمي، وشدد على ضرورة وقف الممارسات الأحادية المخالفة لقواعد القانون الدولي للحفاظ على الأمن القومي وتحقيق الاستفادة من الموارد الطبيعية في البحر المتوسط. وقد تناولت مشاورتنا اليوم التطورات في منطقة شرق المتوسط بالنظر لما تشهده في الآونة الأخيرة من تصعيد على خلفية الاستفزازات والممارسات الأحادية المخالفة لقواعد القانون الدولي وانتهاك سياسات أيديولوجية تدعم جماعات الإرهاب والتطرف، حيث توافقنا على مواصلة التضامن فيما بيننا إلى جانب كافة البلدان الصديقة من أجل التصدي لكل من شأنه تهديد الاستقرار والأمن الإقليمي وبما يحول، دون السماح لأي طرف بفرض مواقفه العدائية، وعلى نحو يحافظ على متطلبات أمننا القومي من ناحية ويسمح بالاستفادة من الموارد الطبيعية المتاحة من ناحية أخرى. وانطلاقا من هذه الرؤية أكدنا إبرام مصر واليونان لاتفاقية تعيين المناطق الاقتصادية الخالصة استنادا إلى قواعد القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، يمثل تطورا مهما يفتح المجال للاستفادة من الثروات العديدة بالبحر المتوسط.